وعليكم السلام ورب الجواب. هلا مجود، كيف حالك؟ والله تجاوب تمام. كيفك يا مجود؟ يا مجود هلا. يا انتي يا موج البحر. مبروك الفوز يا مجود. ايه مبروك الفوز. ايوه. كيف حالك؟ انت عارف مع اي لون انت دحين؟ عارف انت مع اي لون؟ ايوه عارف. شوف التدخلات كيف. انت مع اللون الازرق صح؟ ايوه. وحتجاوب صح يعني؟ ان شاء الله. يمكن. ان شاء الله. يا مجدي يا حبيبي، لعل لعل ابوك كلمك انه ما يجوز كتم العلم. اذا عرفت الاجابه يا مجد جاوب. تمام؟ تمام. يلا سؤال. بس بوطي صوت التلفزيون. ايش؟ وطي صوت التلفزيون. يلا. وخليني في البيت كلهم معاك عشان الدنيا صعبه شوي. يلا يا مجد. مجد اذا جاوبت معايا وفزنا حتدخل في السحب. إذا رجع. يمكن تفوز ب 500 ريال. اذا رجع لانه بعيد عن لا أوه. اذا رجع. رجع. تمام. مجد مجد. اذا جاوبت صح ان شاء الله وفزنا حتدخل على السحب 1000 ريال. طيب؟ يلا. السؤال يقول: كم ابنه لملكة بريطانيا اليزابيث الثانية؟ عندها بنت واحدة ولا عندها بنتين ولا عندها ثلاث بنات؟ تعرف ملكة بريطانيا اسمها اليزابيث موجودة، عندها بنت ولا بنتين ولا ثلاث بنات؟ بنتين. بنتين. متأكد يا مجد؟ ايوه. يهو يمكن ثلاثة. يمكن ثلاثة يا مجد. واحد. صح. احسنت والله. صح. واحدة. إجابة صحيحة. ليه يا أخي إجابة صحيحة؟ إجابة صحيحة. إي واحدة. والله أنت صح يا مجد. والله نيتك. والله أنت صح يا مجد بس عاد إيش نسوي؟ الكنترول وأبوك رافض. والله أنا لو أبوك كان أقول مشي ولدي مجد إجابة صحيحة. ما يا الإجابة الصحيحة عندها بنت واحدة وما أدري هي موجودة ولا ماتت ولا انقرضت ولا هي واحدة ما شاء الله يا جماعة. اسمها وجه النداء للفريق الأحمر.